السيسي يوجه ببذل أقصى جهد لمكافحة الإرهاب ويشدد على تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع. مسيرات في عدد من المدن اللبنانية ودعوات للتظاهر غدا في ساحتي رياض الصلح والشهداء. مواجهات بين محتجين وقوات الأمن في باريس والشرطة تعتقل 100 متظاهر. الثانية صباحا منتصف الليل بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببذل أقصى الجهد في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والأمن الجنائي لصون مقدرات الشعب وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس المخابرات العامة والرقابة الإدارية، وجه الرئيس السيسي الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتجديد الرقابة على منافذ البيع، وذلك لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنامي العلاقات الممتدة بين مصر ورومانيا منذ أكثر من قرن. وخلال استقباله وفدا من جامعة بوخارست الرومانية للدراسات الاقتصادية، أكد الرئيس السيسي أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين مصر ورومانيا في مختلف المجالات، فيما أشاد الوفد الروماني بجهود الرئيس السيسي لتطوير منظومة التعليم وتأسيس عدد من الجامعات التكنولوجية والفنية وتطوير المناهج لمواكبة أحدث المعايير الدولية. دعا المتظاهرون اللبنانيون إلى مواصلة التظاهر في ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط بيروت وباقي المناطق اللبنانية. في غضون ذلك قالت وسائل إعلام لبنانية أن محمد الصفدي أبلغ زعيم الطيارة الوطنية الحرة جبران باسيل بأنه لم يعد مرشحا لتولي رئاسة الحكومة بعد الاتصالات والتطورات التي شهدتها الساعات الماضية. ومع انسحاب الصفدي يظل مصير الحكومة في لبنان معلقا على الرغم من مضي أسبوعين على استقالة سعد الحريري. تنطلق اليوم الحملات الدعائية لانتخابات الرئاسة الجزائرية، وكان مرشح الرئاسة الخمسة قد وقعوا على ميثاق أخلاق الحملة الانتخابية الذي وضعته السلطة المستقلة للانتخابات، والذي يتضمن ضوابط لسير العملية الانتخابية تضمن نزاهتها وتمنع التصرفات التي تمس بشفافيتها وبالمساواة بين المرشحين. اعتقلت الشرطة الفرنسية أكثر من 200 متظاهر خلال احتجاجات أصحاب السترات الصفراء بباريس، وكانت شرطة باريس قد استخدمت الغاز المسيل للدموع في شمال غرب العاصمة لصد محتجين في الذكرى السنوية الأولى لمظاهرات السترات الصفراء. وانطلقت احتجاجات ما يعرف باسم السترات الصفراء في منتصف نوفمبر من العام الماضي بسبب زيادة في أسعار الوقود وارتفاع تكلفة المعيشة، لكنها تحولت إلى حراك أوسع ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومسعى لتنفيذ إصلاحات اقتصادية. احتشد عشرات المحتجين في محطة القطار الرئيسية بمدينة برشلونة الأسبانية في أحدث موجة احتجاج بالمدينة بعد أكثر من شهر من إصدار محكمة أسبانية أحكام سجن مشددة على 9 من قادة الانفصاليين في إقليم كاتالونيا. وقالت الشرطة أن الاحتجاجات اقتصرت على محطة واحدة وأن المحتجين طردوا منها بعد نحو ساعة لينضموا لحشد أكبر تجمع خارج المحطة ولوح بعضهم بعلم الانفصاليين مؤكدة عدم اعتقال أي شخص وأن خدمات النقل لم تتعطل. انتهى الموجز الإخباري. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.